بينورني وشرفني في الاستوديو استاذ عبد الحميد جلال الناقد الرياضي، وهنتكلم معاه في عديد من الامور على الساحه الرياضيه المصريه. استاذ عبد الحميد منورنا وشرفنا. منور بنورك يا استاذ امير، واهلا بيكوا كل الساده المشاهدين، ودايما متالق كده على طول. ربنا يكرمك يا رب. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. كلام كتير جدا وقضايا كتيرة عايزين نتكلم فيها، وبالتحديد عايز اخد رايك في المشهد على الساحه الرياضيه المصريه الكرويه بالتحديد، وفيما يخص اتحاد الكره والنادي الاهلي وبيان اتحاد الكره بالامس. كيف ترى هذا المشهد؟ انا من وجهه نظري بيان اتحاد الكره هو ادانه لاتحاد الكره نفسه، واعتراف ادانه لاتحاد الكره نفسه ان هو فشل الى حد كبير في اداره مسابقه او المسابقات المحليه هذا الموسم، وفي نفس الوقت هو اعتراف ضمني بصحه موقف النادي الاهلي، خاصه النادي الاهلي كان طلب حاجات وطلب بنود معينه ما كانش طالبها حاجه تخص النادي الاهلي بس، كان طالبها سواء كان تنظيم للمسابقة أو مواعيد القيد أو نهاية الموسم أو الموسم الجديد أو فيما يخص القيد الأفريقي، كل دي طلبات مشروعة وطلبات تخص إدارة المسابقة. بالضبط، وطلبات تخص كل الأندية، وبالتالي اتحاد الكرة نفسه اعترف بصحة موقف النادي الأهلي وقيمة النادي الأهلي وعراقة النادي الأهلي، وفي تصور النادي الأهلي أدار الموضوع باحترافية شديدة وبهدوء شديد كعادته يعني. هل اتحاد الكرة استهلك الوقت من وجهة نظرك في حل هذه الأزمة، وخصوصا ان كان عنده متسع من الوقت لو ضغط بعض المباريات للفرق المنافسة للنادي الأهلي زي ما حصل مع النادي الأهلي، وتطبيق كلمة موسم استثنائي على النادي الأهلي، فمعلش تستحملنا شوية العب كم ماتش ورا بعض كل 72 ساعة في شهر فبراير لو تفتكر بالتحديد، النادي الأهلي لعب 8-9 ماتشات، ليه الكلام ده ما حصلش، وهل ده عن عمد من اتحاد الكرة استهلاك الوقت؟ مش هنقول استهلاك الوقت بس هنخليها وهنحل الكلام شويه، نقول ان هو ما كانش موفق في اداره المسابقه وفي وضع المواعيد المناسبه ليها. ويمكن النادي الاهلي في بدايه الموسم رغم المشاكل الكتير اللي حصلت، لكن النادي الاهلي الى حد ما كان حريص على ان المسابقه تستكمل، وحريص على ان هو يقف جنب اتحاد الكوره، وحريص كل الحرص سواء كان على اتحاد الكوره او الانديه المصريه، بس ده بما لا يتعارض مع مصلحه النادي الاهلي. النادي الاهلي صبر كتير واستحمل كتير، كلنا عارفين في الفترات الاخيره كان في نوع من التجاوز من انديه اخرى، كان في نوع من الضغط على اتحاد الكوره من انديه اخرى، النادي الاهلي كان مطلع نفسه بره الموضوع بشكل ما وتعامل باحترافيه شديده جدا وبثبات كبير جدا. من وجهه نظري ممكن ده خلى اتحاد الكوره عارف ان النادي الاهلي بيتعامل بهدوء وبثبات، فاللي هو يعني ما كانش موفق في اتخاذ القرارات، لكن لما لقى ان النادي الاهلي تعامل بشكل مختلف وبشكل قوي وابتدا ياخد قرارات حاسمه في الموضوع، بدا الامور تتغير وبدا يعترف بحق النادي الاهلي وبدا يعترف بصحه موقف النادي الاهلي والدليل البيان اللي طلعه، وفي نفس الوقت تواريخ المباريات اللي النادي الاهلي كان بيطالب فيها، نهايه الموسم هتبقى امتى، بدايه الموسم هتبقى امتى، تعهد بمد فتره القيد في افريقيا خاصه. نعم دي اهم نقطه. طبعا نقطه كبيره جدا، خاصه امير ان النادي الاهلي اكتر فريق بيشارك في افريقيا في السنين اللي فاتت ممثلا عن مصر، وبالتالي هو اكتر فريق تعرض للضرر في السنوات الاخيره، والسبب او النتيجه كانت باينه جدا في الموسم اللي فات، كميه الاصابات الكتيره جدا اللي تعرض لها لعيبه النادي الاهلي، واللي بسببه حتى النادي الاهلي تعرض لهجوم شديد جدا بسبب الاصابات دي، لكن الناس مش مدركه الى حد كبير ان ده نتيجه اجهاد كبير جدا. النادي الاهلي ثلاث او اربع مواسم متلاحمه بيلعب في الدوري وبيلعب في افريقيا وبينافس في كل البطولات، فاعتقد ان النادي الاهلي دفع ثمن كبير جدا بسبب تلاحم المواسم، وكان لزاما على اتحاد الكوره او هو لزاما عليه بما انه هو مسؤول عن اداره المسابقه انه يعمل فتره سلبيه او راحه سلبيه بين المواسم. لان احنا شفنا اكيد خلال الموسمين اللي فاتوا بالتحديد وكثره الاصابات في النادي الاهلي كان بسبب تلاحم المواسم والموسم الافريقي بالتحديد ومباريات ورا بعض، فطبيعي ان كان يبقى في ناتج كبير جدا وعدد كبير جدا من الاصابات بنشوفه في صفوف النادي الاهلي، وده ادى لفقدان بعض البطولات بشيء. ودي الحاجه اللي الناس ما كانتش واخده بالها منها، الناس متخيله ان في اصابات في الاهلي فاذا في مشكله في الاهلي، لا طبيعي جدا في اي مسابقه محترمه واي دوري محترم يبقى في راحه سلبيه بين المواسم. وبعدين خد بالك امير السنه دي كمان بما ان هو موسم استثنائي فالنادي الاهلي دفع الثمن اكتر، لان النادي الاهلي لعب في بطولتين افريقيا في موسم فعلا واحد فعلا. جنب البطوله العربيه جنب الدوري، فاعتقد ده اثر على الاهلي بشكل كبير جدا، وكانت نتيجته هي كميه الاصابات اللي لو تلاحظ هتلاقيها خفت كتير جدا في الفتره الاخيره بعد ما الاهلي بدا يلعب ماتشاته بشكل مستريح. لكن متفق معايا ان في بيان اتحاد الكره في بعض الجوانب الايجابيه لصالح الكره المصريه، بغض النظر عن موقف مجلس اداره النادي الاهلي اللي احنا لسه مش عارفينه
هنشوفه خلال الساعات المقبله. طبعا هو في جوانب ايجابيه كتير جدا، بس يعني لازم اتحاد الكره يطبقها، هو مطالب ان هو يطبقها، وفي نفس الوقت زي ما قلت لك هو اعتراف ضمني باحقيه وصحه موقف النادي الاهلي في الفترات اللي فاتت. يعني هو اصبح مجبر ان هو يطبق هذه القرارات اتحاد الكره، صح؟ لان هو قبل كده كان ادى قرارات ووعد النادي الاهلي بتطبيق مثلا تقنيه الفار ده من يوم 1/1/2019، لحد دلوقتي مفيش فار في مصر. ما هو اكتر حد دفع الثمن هو اتحاد الكره نفسه من كميه الهجوم اللي تعرض ليها من كل الانديه. واعتقد الفار رغم التكلفه الكبيره اللي هيكلفها الانديه او اتحاد الكوره، ورغم ان في بعض الازمات وبعض المشاكل، لكن هو يحل ازمات اكتر ومشاكل اكتر. ولو انا في تصوري الشخصي لو الفار كان موجود السنه دي في الدوري المصري كان في انديه هبطت ما كانتش هتهبط، وكان في انديه بتنافس ما كانتش هتبقى بتنافس، كان ممكن تبقى موجوده في وسط الجدول. يعني لان الفار بيحل مشاكل كتيره جدا، وفي نفس الوقت ما بيديش فرصه لحد ان هو يهاجم التحكيم او يهاجم اتحاد الكوره. ولو مش شغال بيعمل مشاكل كتير برضه زي ما شفنا ماتش الترجي بالبدايه. بس اتمنى ان لما يتم تطبيق الفار يتم تطبيقه باحترافيه شديده جدا، ما يتمش تطبيقه زي الموسم اللي فات تقريبا، نجيب شاشه قديمه تلفزيون والمخرج تلاقيه بيعيد او جايب بتاع الفار، يعني هو بتاع الفار قاعد يتفرج في التلفزيون مثلا رغم ان هو الحاجه البدائيه علشان يقرر الكره دي ايه، وتلاقي المخرج جايب له صورته. فدي من ضمن المشاكل لازم نتلافاها في الفتره اللي جايه ونطبقها بشكل احترافي. يعني طيب بالمناسبه بعض المواقع بتقول دلوقتي ان الاتحاد الافريقي لكره القدم اعلن عن مواعيد بطوله دوري ابطال افريقيا النسخه الجديده موسم 2019-2020 واللي منتظر ان تبدا خلال شهر اغسطس. اغسطس ده اللي هتكون الادوار التمهيديه، هتبتدي من امتى بالظبط؟ من يوم 9/10 أو 11 أغسطس من هذا الشهر، وكمان لقاءات الإياب هتكون يوم 23 أو 25 من نفس الشهر. ده بالنسبة لدور أو الأدوار التمهيدية. بالنسبة لدور 32 هيكون بداية من يوم 13 إلى يوم 15 سبتمبر، ومباريات الإياب هتكون يوم 27 يوم 29 سبتمبر. متخيل إن الدور 32 اللي ممكن يشارك فيه النادي الأهلي هيكون لسه الدوري الجديد ما ابتداش، وهنكون لسه مخلصين الدوري اللي لسه ما خلصش ده لو اتلعب يعني أو لو كمل يعني. هل ده منطقي مثلا؟ هو مش منطقي، هو ده احنا كنا بنتكلم في موضوع الراحة السلبية بين المواسم. أعتقد كده إنك أنت هتنهي موسم وتخش في نفس في الموسم الجديد، وده برضو مش عايزين سيناريو الموسم ده يحصل او السيناريو المواسم اللي قبل كده يحصل. واتحاد الكوره مطالب ان هو يجد حل. وفي نقطه كمان يا امير، بما انك انت قلت مواعيد دوري ابطال افريقيا واكيد مواعيد الكونفدراليه هتطلع ومواعيد البطوله العربيه، اتحاد الكوره هو بيحط جدول الموسم الجديد لازم يبقى حاطط في حساباته مواعيد الماتشات دي، عشان ما نجيش يحصل سيناريو كل سنه ان انت مثلا يبقى عندك ماتش في افريقيا وماتش في الدوري، فاوريدي هتاجل ماتش الدوري، يجي النادي التاني يشتكي انك انت اجلت ماتش الدوري، وتحصل الازمه اللي بتحصل كل سنه. دي نقطه. النقطه الثانيه لازم تبقى عارف برضو الماتش سواء النادي المصري اللي هيلعب في البطوله الافريقيه هيلعب جوه ولا بره، لان لو جوه بتفرق مثلا. ممكن تلعب قبلها ماتش في الدوري قبلها بثلاث اربع ايام وبعد كده تلعب الماتش في افريقيا على ارضك هنا في مصر، لكن لو هتسافر بره اعتقد مش هينفع تلعب قبلها بثلاث ايام على ارضك، فهيبقى خمس ايام او ست ايام عشان تلحق تسافر وتستعد واللعيبه تاخد راحه. فكل الامور دي لازم اتحاد الكوره يحسبها بشكل كويس ويحط مواعيد للمباريات بشكل كويس، لا تقبل بعد كده مساله التجديد ويدخلنا تاني في قصص جدليه قد تؤثر بالسلب على الدوري المصري زي ما هو حاصل في الوقت الحالي. مش عايز اكون متشائم، بس الواضح كده ان احنا الاتجاه الاكبر هنكون في موسم استثنائي جديد من الفتره اللي جايه او من السنه اللي جايه بسبب المواعيد دي، وبسبب الارتباطات الدوليه للمنتخبات المختلفه، وبسبب ارتباطات الانديه سواء البطولات الافريقيه او كمان البطولات العربيه، لان بخلاف اهلي زمالك بيراميدز مصري في البطولات الافريقيه عندك الاسماعيلي والاتحاد في البطولات العربيه، فبالتالي هيكون في مؤجلات كتير، فبالتالي الموسم هيمتد اكتر، فممكن يخلص في نفس ميعاد اللي هيخلص فيه الموسم ده. فاعتقد ان احنا ممكن نقبل على موسم استثنائي جديد. يعني احنا مش عايزين نتمنى كده، مش عايزين طبعا، احنا بنحلم ان احنا ننظم مسابقه محترمه. واتحاد الكوره طلع واعلن ان الظروف في السنه الجايه هتبقى مختلفه، لكن زي ما انت مش عايز تكون متشائم احنا برضو مش عايزين نكون متشائمين، لان نفس السيناريو ده ممكن بيحصل كل سنه، نفس الاخطاء بتتكرر. يمكن انا اسمع من ايام الكابتن سمير زاهر ورئيس اتحاد الكوره نفس المشاكل نفس الازمات، كل ما يتعلق بالتحكيم كل ما يتعلق بالمسابقات وتأجيل المباريات بيتم الوقوع في نفس الخطأ كل مرة. أعتقد
او نتمنى ان ده ما يحصلش في الموسم اللي جاي. ان شاء الله اكيد نتمنى كل التوفيق لاتحاد الكره في اداره المسابقه الموسم اللي جاي، وان هو ينفذ كل قراراته اللي قالها في بيانه بالامس، عشان ده هيعود بالصالح بكل تاكيد على الكره المصريه. وان شاء الله باذن الله نحاول نشوف موسم جيد ومنتظم، ما يكونش موسم استثنائي باذن الله يعني من قبل الاتحاد المصري لكره القدم. خلينا نكمل لحضراتكم كمان مواعيد دور ال 16 طبقا للقرارات او طبقا للجدول الجديد اللي اعلنه الاتحاد الافريقي لكره القدم الخاص ببطوله دوري ابطال افريقيا. دور ال 16 هيكون يوم 29 البدايه، الجوله الاولى ما بين ايام 29 ليوم 1 ديسمبر، 29 نوفمبر ليوم 1 ديسمبر، الجوله الثانيه هتكون من 6 من ما بين ايام 6 و 9 بشهر ديسمبر، الجوله الثالثه هتكون من 27 ل 29 ديسمبر، الجوله الرابعه هتكون من 14 ل 16 فبراير، الخامسه من 21 ل 23 فبراير، والجوله الاخيره هتكون من 6 ل 8 من شهر مارس، وهيبقى في قرعه بعد كده تقام يوم 11 مارس. في شهر ابريل هيكون دور ربع النهائي يوم 10 11 او 12 ابريل، بعد كده دور نصف النهائي يوم 24 او 26 ابريل، وبعد كده جوله الذهاب من الدور النهائي هتكون يوم 15 او 16 مايو، والاياب هيكون يوم 29 او 30 مايو. يعني البطوله تخلص يوم 30 مايو، يعني نفس تقريبا الميعاد اللي كان من المفترض تنتهي فيه البطوله هذا الموسم لولا الظروف اللي مرت بيها بطوله او مباراه الترجي والوداد في مباراه الاياب في تونس بالتحديد. خلينا نروح لقائمه منتخب مصر. رايك في القائمه بعد استبعاد كل من ابو الفتوح وابو جبل، هل القائمه من وجهه نظرك شايفها مناسبه وهتساعد المنتخب في الفوز باللقب ان شاء الله؟ بدايه يا امير خلينا نتكلم على استراتيجيه مستر اجيري. هو في الاول كان رافض وقت تسلمه المهمه انه ياخد لعيبه كبار في السن زي عبد الله السعيد، وليد سليمان او احمد فتحي، كان رافض المبدا ده تماما وقال لك ان انا بعد جيل لكاس العالم 2022. لما مصر فازت بتنظيم كاس الامم الافريقيه ابتدى اجيري يتحط تحت ضغط كبير جدا ان هو عايز يعد جيل 2022، في نفس الوقت خايف ان البطوله على ارضك فانت مطالب انك تحققها والجماهير المصريه مش هترضى باقل من كده. يعني طبعا فكره مثلا البطوله اللي فاتت انك انت توصل للنهائي وتخسر كانت مزعله الناس شويه، بس في الاخر انت كنت بقالك نسختين ثلاثه ما بتشاركش في البطوله وما بتتاهلش ليها وعملت مستوى كويس، فالناس ما وبعدين الصعود لكاس العالم نسى الناس برده شويه الموضوع. لكن دلوقتي لما البطوله هتبقى على ارضك الناس مش هتسامح، لا اتحاد الكوره ولا الجهاز الفني للمنتخب ولا حتى اللعيبه في حاله انك انت ما تكسبش البطوله. فبدا مستر اجيري يغير الاستراتيجيه بتاعته، بدا يحط وليد سليمان في الحسابات رغم ان هو كان مستبعده تماما، وده خلى وليد سليمان يعلن اعتزاله اللعب الدولي. ابتدى الجهاز الفني للمنتخب وكابتن هاني رمزي يتواصلوا مع وليد سليمان، بدا التواصل مع عبد الله السعيد، بدا التواصل مع احمد فتحي، بس احمد فتحي ما ظهرش بالمستوى المقنع بالنسبه لمستر اجيري فعشان كده ما تمش ضمه. وليد سليمان اعتقد هيكون بديل لمحمد صلاح، عبد الله السعيد هيشارك بشكل اساسي في خط الوسط. لكن بالنسبه للاختيارات في علامات استفهام كبيره جدا، اعتقد ان هو احمد علي يستحق الانضمام فعلا للمنتخب، لكن فعلا هو ضمه بعد الحاح شديد جدا وبعد ضغط من وسائل الاعلام وبعد ضغط من بعض المقربين عليه، فهل هو ضمه عن اقتناع ان هو هيلعبه ولا هو بحكم ان هو هداف الدوري ولا هل هو ضمه بسبب الضغط؟ ده اللي هيبان في الماتشات سواء هيديله فرصه انه يلعب بشكل اساسي او لا. المهاجم الاساسي من وجهه نظرك ممكن يكون مين في منتخب مصر؟ في تصوري الشخصي المهاجم الاساسي هيكون مروان محسن. مروان محسن هو في الحقيقه الفتره اللي فاتت كان ماشي كويس مع النادي الاهلي، حتى لو مش بيشارك اساسي بس لما بينزل بيبقى مؤثر يعني في الحقيقه. هو برضو اجيري ما بيختلفش كتير في الاستراتيجيه بتاعته عن كوبر. مروان محسن كان هو المهاجم الاساسي للمنتخب في السنين اللي فاتت ماشي بشكل كويس، حتى لما بعد فتره للاصابه رجع تاني ماشي بشكل كويس، رغم ان هو يعني بعيد عن التهديف شويه لكن هو بينفذ فكر او الخطط المدير الفني. ومستر اجيري عنده قناعه ان هو المهاجم الاساسي بالنسبه للمنتخب. طيب بالنسبه لقصه محمد صلاح عايز اخد تعليقك عليها، لان في الحقيقه احنا خلاص مقبلين على بطوله الامم الافريقيه كمان 10 ايام بالظبط، اول مباراه لمنتخب مصر في البطوله، وحتى الان لم ينضم محمد صلاح لقائمه المنتخب او الاستعدادات المنتخب.
شايف الموضوع ده طبيعي بالنسبه للواحد لعيب كبير جدا جدا زي صلاح مستحق او يستحق فتره راحه مثلا، ولا خلاص انت لازم تدخل مع المنتخب على طول وتستعد بكل قوه وجديه عشان ان شاء الله يكون ليه دور كبير كالعاده في تحقيق البطوله؟ خلينا نقول في البدايه ان صلاح لعيب كبير طبعا. ونجم عالمي دلوقتي ويعتبر من احسن ثلاث لعيبه في العالم ودلوقتي بينافس على الكره الذهبيه وفوزه بالتشامبيونز ليج حاجه جدا فخر ليه وفخر للمصريين كلهم وهو وحد كل المصريين، لكن ده ما ينكرش ان في لغز او في علامات استفهام كبيره جدا على عدم انضمام محمد صلاح للمنتخب لحد الوقت. هو من حقه ياخد راحه لانه لسه مخلص الموسم حلو، لكن انا من وجهه نظر الراحه دي يعني كترت شويه، كان ممكن اقل من كده، كان ممكن ينضم للمنتخب من يومين ثلاثه الدنيا الامور هتبقى افضل. ويمكن حتى من الحاجات اللطيفه او الخفيفه ان صلاح ظهر بان هو بيصطاد سمك في البحر الاحمر، بيعرف يصطاد شكله، بيعرف يصطاد في الجونه، وفي تقارير او في معلومات بتقول ان الصيد ممنوع في البحر الاحمر بقرار صدر في شهر 4 اللي فات، والصيد ممنوع في مياه البحر الاحمر لحد شهر 10 اللي جاي، وده عشان نوع من الحفاظ على الثروة السمكية وتحقيق الاتزان البيولوجي. لكن الناس برضو في تسامح بالنسبة لصلاح، قالوا ان اكيد صلاح ما كانش يعرف بالقرار. القصة امير انك انت عارف ان مصر البطولة دي مهمة بالنسبة لها، عارف ان ده مشروع دولة طبعا، فما كانش لازم انك تزود الاجازة، كان ممكن الموضوع يقتصر على يومين ثلاثة اربعة و تنضم امبارح او امبارح، لكن لحد دلوقتي محمد صلاح ما انضمش للمنتخب. في لغز، اللغز الاكبر كمان من كده ان المهندس ايهاب لهيطة نفسه طلع اتكلم وكابتن هاني رمزي طلع اتكلم، قال ان صلاح بينسق مع مستر اجيري بخصوص موعد انضمامه للمنتخب. هو هنا السؤال، هل ده دور مستر اجيري؟ هو ده مش دور مستر اجيري، دور مستر اجيري فني، لكن الدور الاداري كله يخص المهندس ايهاب لهيطة مدير المنتخب. طيب هل حتى لو هو بينسق مع مستر اجيري واحنا وافقنا على كده وما عندناش مشكله عشان احنا بنحب صلاح، فليه لم يتم الاعلان عن موعد انضمام محمد صلاح للمنتخب؟ ما هي دي النقطه بقى، يعني قال له قول لنا هينضم يوم كذا، اوكي المدير الفني ممكن يتدخل في فتره الراحه اللاعب لانه ممكن جوانب البدنيه بالزبط. وضروره الراحه ممكن تبقى قد ايه، بس اعلنوا عن الفتره اللي هيستريحها محمد صلاح وبعديها هينضم للمنتخب. بالظبط، يعني هل رغم ان هو يحدد ده مع مستر اجيري ممكن ان ده مش احترافي وبشكل كبير المفروض ده يكون مع مدير المنتخب بالتنسيق مع مستر اجيري، ويكون مدير المنتخب هو عارف المواعيد، ده هينضم امتى، ده جاي امتى، ده هيسافر امتى، دي نقطه. النقطه الثانيه، لو هو منسق مع مستر اجيري واحنا ما عندناش مشكله في كده، ليه ما يتمش الاعلان عن موعد انضمام صلاح؟ طب هل هو منسق مع مستر اجيري وما تمش لسه تحديد موعد انضمامه؟ اعتقد ده لو حقيقي تبقى كارثه، تبقى كارثه، انما لحد دلوقتي ما يتمش تحديد موعد الانضمام والمعسكر المنتخب. الناس اللي بتستعد انها ترفع علم بلدها، اعتقد محمد صلاح رفع علم مصر في المحافل الدوليه، لكن جمهور مصر مستني منه كتير جدا جدا في بطوله الامم الافريقيه. فعلا، واحنا اكيد املنا كلنا على محمد صلاح. خليني سريعا نتفاعل مع جمهور النادي الاهلي على السوشيال ميديا وبالتحديد نبتدي بفيسبوك، وكان سؤال حلقه اليوم: ما رايك في القائمه النهائيه لمنتخب مصر التي سيخوض بها أمم أفريقيا 2019؟ نبتدي بواحد كاتب نفسه عايش وخلاص، ماشي، قال كلعيبة أساسية تمام، يعني هو شايف أن اللعيبة الأساسية تمام، المشكلة في التغييرات أو التبديلات، مين هيكون اللعيب اللي جاهز أنه يعوض اللعيبة الأساسية دي. محمد جيمي قال القايمة ممكن تعدي دور ال 16 بالعافية كمان، متشائم شوية. محمد خالد قال ناقصة رمضان وكهرباء وأولهم عبد الله جمعة، دي حقيقة طبعا، يعني ده محمد خالد وجهة نظره اللاعبين اللي ممكن يكون محتاجه منتخب مصر وما انضموش. محمد عبد الفتاح قال ناقصها عمرو السولية ورمضان صبحي. عمر بوياكا قال ينقصها عمرو السولية وعبد الله جمعة ورمضان صبحي. وكمان ناجي ابو طعيمه بيقول ينقصها السوليه ورمضان وعبد الله جمعه. مختلف على الاسماء دي؟ لا مش مختلف طبعا، زي ما قلت لك في علامات استفهام كتير جدا حوالين بعض الاسماء. على راسها اعتقد واحد زي عبد الله جمعه قدم موسم كويس جدا طبعا، كان جدير بالانضمام للمنتخب، خاصه حتى لو تم استبعاده، يعني انت مثلا ضميت احمد ابو الفتوح هو اساسا ما بيلعبش اساسي مع سموحه، ضميته كباك ليفت، طب ما كان عبد الله جمعه اولى حتى لو هيتم استبعاده بعد كده، فانت على الاقل رفعت من روحه المعنويه، اللاعب ظهر بمستوى كويس وخليته ان هو في حسابات مستر اجيري. دي نقطه. النقطه الثانيه، اي مدير فني الطبيعي ان هو بيفكر
في ساعات بتبقى في ماتشات معقده، في ماتشات صعبه بتتحل بفرصه، بترقيصه، بلعبه، بيبقى في لعيبه عندك اصحاب مهارات خاصه واصحاب حلول خاصه. على راسهم محمود عبد المنعم كهربا، وعلى راسهم رمضان صبحي. طبعا فاعتقد الاثنين دول كانوا مهمين جدا جدا ان هم يلعبوا او ينضموا للمعسكر. النقطه الثانيه لازم يكون في بديل لعبد الله السعيد، وشايفين انا من وجهه نظري كان واحد من اثنين، يعني صالح جمعه مع النادي الاهلي او محمد مجدي قفشه لاعب بيراميدز. الاثنين قدموا موسم كويس جدا، اعتقد وجود واحد فيهم مهم جدا جدا. موجود عمرو ورد في تصوري مش ما بيقومش بنفس الدور اللي هو مركز 10. انا عمرو ورد عجون اكتر، بياخد الكره ويروح اكتر. لكن البلاي ميكر اللي هو بلاي ميكر وبيقدر يمشي اللعب ويتحكم في رتم الاداء ده قليل جدا في مصر. عبد الله السعيد، صالح جمعه، محمد مجدي قفشه، اعتقد دول كان واحد منهم كان هيبقى حل مناسب جدا جدا لمستر اجيري. مين بديل تريزيجيه في المنتخب؟ ما هي دي الازمه، كان بديله كان محمود كهربا او بديله او رمضان صبحي. لكن دلوقتي ممكن يكون في متخيلته ان عمرو ورده يلعب في المكان ده. بس المكان ده بيبقى عايز سرعات، عمرو ورده ما عندوش سرعات. عايز سرعات وعايز مهاره، والاثنين بيتمتعوا بالسرعات والمهاره. وانا كان عندي معلومه ان كان في تواصل مع رمضان صبحي في الفترات الاخيره ان هو ينضم لمعسكر المنتخب في حاله مشاركته بشكل اساسي مع نادي، وده كان من ضمن الاسباب ان رمضان صبحي رجع تاني النادي الاهلي، ان هو كان عايز يعمل حاجه للنادي الاهلي رقم واحد. تاني حاجه ان هو كان يضمن المشاركه بشكل اساسي علشان ينضم للمنتخب، لان انت عارف لما بيتغير الجهاز الفني. مستر كوبر كان مقتنع بامكانيات رمضان صبحي وكان بيلعبه بشكل اساسي. يمكن كوبر لما مشي اجيري جه بسياسه مختلفه باستراتيجيه مختلفه، فابتدى التواصل مع رمضان ان هو لازم يلعب بشكل اساسي عشان ينضم للمنتخب. رمضان لعب بشكل اساسي، لكن في نفس الوقت من وجهه نظر كوبر ما كانش مقنع. هو ده من وجهه نظر اجيري ما كانش مقنع، وهو ده اللي بيحط علامات استفهام كتيره. لان بقى عندك لعيبه زي كهربا وزي رمضان صبحي، اعتقد وجودهم مهم جدا، حتى لو على الدكه اكيد هتحتاجهم. وعلى فكره اخرهم ماتش المغرب تقريبا في كاس الامم الافريقيه اللي فاتت، انت احتجت كهربا ولعبت مهاجم وهو احرز هدف الفوز، فكان وجود الاثنين او على الاقل واحد منهم مهم جدا. هي الاسماء كلها يعني مش بنختلف عليها كلنا، وخاص بتحديد اللاعبين تم استبعادهم، سواء عبد الله جمعه، عمرو السوليه، كهربا، رمضان صبحي، وبالتحديد عبد الله جمعه الكلام عليه كتير شويه. لكن بعض من المحللين بيقول لك ان مستر اجيري اصلا ما بيلعبش ب 4 4 2 وبيلعب ب 3 ورا وقدامهم 5 1 1، فبالتالي مش هيكون بحاجه لي او في حاجه لي عبد الله جمعه، عشان كده ما خدش باك ليفت صريح. بالعكس، هو لما بيلعب ثلاثه فهيبقى عايز لعيبه بقدرات احمد ايمن منصور لاعب بيراميدز وايمن اشرف لاعب النادي الاهلي. هل الكلام ده ممكن يكون منطقي شويه؟ هو الكلام منطقي وبيفكر كده فعلا، لدرجه ان هو في فتره من الفترات كان بيفاضل بين محمود علاء وبين احمد ايمن منصور. وكانت كفه احمد ايمن منصور هي الارجح بحكم ان هو بيلعب باك ليفت وبيلعب مساك. كان تألق محمود علاء بشكل كبير جدا في الفتره اللي فاتت، اكبر اجيري ان هو يضم. لكن زي ما قلت لك، مش لازم تاخد عبد الله جمعه وتلعبه بشكل اساسي، او تاخده حتى تضمه للقائمه الاساسيه. كان ممكن تاخد عبد الله جمعه مكان احمد ابو الفتوح ويتم استبعاده من القائمه. هو وقتها هو هيبقى راضي نفسيا ومستريح، وهيبقى عنده امل واجتهاد اكتر في الفتره اللي جايه. وده هيشدنا لحاجه ثانيه برضو امير، برضو موضوع محمد عواد. عواد ده مهم قوي، لان عواد بصراحه من الحراس المتالقين جدا في الدوري السعودي. طبعا عواد عامل موسم كويس وهو خامه كويسه جدا، لكن من زعلان قوي هو انه ما راحش. زعلان قوي جدا، ورغم ان هو فنيا لعيب عالي، بس انا متفق مع مستر اجيري في موضوع محمد عواد، لان انا وجهه نظري عواد عنده مشكله كبيره جدا، وهي الانفعال، تصريحات الانفعاليه. عواد بعد استبعاده من كاس العالم خرج بتصريحات ضد كوبر وضد كابتن احمد ناجي مدرب حراس المرمى بسبب استبعاده. في نفس الوقت بعد استبعاده من بطوله الامم الافريقيه خرج بنفس التصريحات. وبالتالي ساعات انت ممكن تبقى كلاعب فنيا عالي، بس شخصيتك او اتزانك النفسي في وقت الازمات ووقت المشاكل ده هيصدر ازمه للجهاز الفني. ممكن يكون الجهاز الفني فكر ان لو ضم عواد للمنتخب والمنافسه مثلا مع محمد الشناوي او احمد الشناوي مش في صالحه، ان واحد فيهم هو اللي هيلعب بشكل اساسي، عواد يثير ازمه في المنتخب. مع العلم ان انضمام شريف اكرامي مكان عواد للمنتخب في كاس العالم
2018 كان قرار صحيح، لان شريف اكرامي كان قبلها نعم في الوقت ده ما كانش بيلعب بشكل اساسي، لكن خبراته وقدراته وقبلها ان هو كان الحارس الاساسي المنتخب على مدار موسمين متتاليين ده كان يشفع له جنب الشخصيه اللي احنا بنتكلم عنها. عواد ممكن لو قعد على الدكه يعمل مشكله، ونرجع تاني برضو عصام الحضري لما كان بعيد عن المنتخب وحب يرجع تاني الجهاز الفني اشترط عليه ان هو هيكون الحارس رقم 3. رد الحضري عليهم قال لهم انا اروح اشيل الكور في المنتخب. هي دي ممكن تكون شخصيه اللاعب بالظبط. شريف اكرامي كذلك، شريف اكرامي كان هيلعب لولا الاصابه في كاس الامم الافريقيه اللي فات، فبالتالي ممكن تكون انت مستواك الفني عالي جدا لكن شخصيتك هتعمل مشاكل للجهاز الفني وتعمل بلبله داخل الفريق فيتم استبعادك. عواد ما اتعلمش الدرس في كاس العالم وكرر نفس الخطا، واعتقد ده بيبعده بشكل كبير جدا من المنتخب في السنين اللي جايه. هل في تشابه ما بين شخصيه عواد وجنش فيما يتعلق بجزئيه العصبيه شويه؟ لان جنش طبعا احنا بنتكلم عليه دلوقتي كلاعب من منتخب او من لاعبي منتخب مصر وحراس منتخب مصر. ما هو ممكن واحد يقول لك دلوقتي طب ما هو جنش ده عصبي جدا في الملعب، ايه الفرق مع عواد ومشاكله في الملعب كتير كمان جنش؟ لا بس ممكن جنش عصبي لمصلحه الفريق، فلكن بعد الماتش ما بيطلعش يهاجم، بس عصبيته ممكن تؤدي لانذار، ممكن دي ممكن تبقى نقطه سلبيه. لكن لازم تبقى عارف ان اللعيب اللي قاعد على الدكه يكون جواه روح واصرار وعزيمه اللعيب اللي بيلعب جوه الملعب. لو انت بتلعب اساسي وانا احتياطي من جوايا مش حابب لك الخير، خلاص انت في نقطه في ثغره في المنتخب، المفروض كله على قلب رجل واحد. فانت مثلا لو مش هتعمل الدور ده حتى لو مستواك الفني اعلى من واحد تاني هيبقى موجود مكانك، انا مش هبقى عايزك، انا عايز اللي هو مستوى اقل بس هيعوض لي في نقط تانيه مهمه. بس انا مش عايز يعني نقول للناس او نصدر للناس ان عواد يعني واحد نفسيته جحيم، لا يعني احنا ما قلناش كده، احنا بنقول ان هو تصريحاته يعني انفعاليه، تصريحاته غير متزنه، انفعاليه ما بيفكرش بس الاول، كرر نفس الامر مرتين، فاعتقد ان هو يعني محتاج يراجع حساباته الفتره اللي جايه ويتعلم من الاخطاء دي. مين الحارس اللي هيحرس منتخب مصر في بطولة الأمم من الثلاث حراس الموجودين من وجهة نظرك؟ من الثلاث حراس معلومة من جوه المنتخب أحمد الشناوي. معلومة أحمد الشناوي، أحمد الشناوي أجيري والكابتن أحمد ناجي تابعوا أحمد الشناوي على فترات كبيرة، رغم تألق محمد الشناوي ورغم هو كان الحارس الأساسي في الفترات اللي فاتت، لكن هم عندهم قناعة بأن أحمد الشناوي هيكون الحارس الأساسي. أيا كان مين اللي هيشارك في ال 11 لاعب أو كل اللاعبين 23 لاعب اللي هيلعب منهم، أكيد نتمنى له كل التوفيق ونتمنى له إن شاء الله إن هو يساعد منتخب مصر في تحقيق اللقب وإضافة اللقب رقم 8 في بطولات الأمم الأفريقية في رصيد مصر، ده أكيد هيكون شيء مهم جدا. خليني سريعا أروح لتويتر وأشوف تفاعل الجماهير، هاخد بالتحديد اتنين بس. محمود عبد الكريم قال ده بالنسبة طبعا لسؤال الحلقة وهو خاص برأيك في القائمة النهائية لمنتخب مصر اللي هتشارك في بطولة الأمم. محمود عبد الكريم قال هي فيها عيوب بس لازم ندعم المنتخب، ودي رسالة مهمة جدا لان انت لازم فعلا تدعم المنتخب ايا كان ايه العيوب اللي في القائمة، لكن ده دورنا كلنا كمصريين ان احنا ندعم منتخب مصر. عموري قال في ناس موجودة ما تستحقش وناس تانية تستحق زي عمرو السولية وعبد الله جمعة محمد هاني، بس احنا هنرضى باللي كتبه ربنا ونتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر، وده فعلا شيء مهم وشيء اكيد نتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر في حصد هذا اللقب واضافه بطوله جديده لمصر. استاذ عبد الحميد نورتنا وشرفتنا واستمتعت جدا جدا ان انت كنت معايا النهارده. شكرا ليك يا امير، ودايما متالق ودايما في احسن حال، ودايما جمهورك بيستمتع بيك. ربنا يكرمك، ربنا يخليك يا رب. دي كانت حلقتنا النهارده من كلام في الميديا، استنونا وحلقه جديده بكره في نفس الميعاد. الى اللقاء.